بدأت وأنا عندي 8 سنين في المدرسة. كنا بنلعب رياضة عادي في المدرسة، بنلعب باسكت وفولي ولعبة تانية كده اسمها راوندرز، وكان في أم كده بتلعب في النادي الأهلي، هي كانت بتتطوع وتيجي تحضر معانا الدروس الرياضة وكده، فهي شافتني أنا وواحدة صاحبتي تانية وخدتنا النادي الأهلي. كان عندي 8 سنين لما جيت كابتن سهير الشلقاني، هي ليها فضل طبعا كبير جدا للي أنا وصلت له مع النادي الأهلي. لعبت بقى مع كابتن طه الغنام وعديت بقى كل المراحل بتاعة اللعب لحد ما وصلت لدرجة أولى. إحنا بتهيألي فرقتنا حققت أكتر بطولات للنادي الأهلي، فرقتنا الجيل بتاعنا يعني. هو كل البطولات كانت يعني صعبة وكل البطولات كانت مهمة، مفيش بطولة يعني مش مهمة، بس طبعا البطولات العربية دي هي كانت بطولات مهمة جدا. خدنا أول في بيروت وخدنا ثالث في دبي، ومن ممكن من أصعب الماتشات اللي احنا عدينا بيها كان ماتش في الدوري، كان في اسكندرية، واحنا كنا مغلوبين فرق سكور كبير قوي، وكنا بنلعب سبورتنج لانه الفرقه دي كانت اكتر فرقه بتنافسنا يعني على الدوري. كنا مغلوبين تقريبا اكتر من 20 بوينت وعوضنا في 4 دقائق او 3 دقائق. ده كان ماتش صعب قوي قوي بالنسبه لنا، حتى المدرب بتاعنا من الفرحه يعني في الاخر ما صدقش واغمى عليه. فرقتي طبعا احنا كنا مترابطين جدا، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا التيم وورك ده، لان احنا رياضه جماعيه، اللعبه جماعيه، فهي علمتنا التيم وورك. وبعدين احنا كنا كلنا مترابطين مع بعض، بنصلي مع بعض جماعه، يعني في حاجات، في ذكريات كتير قوي عشنا فيها مع بعض، السفريات، كل البلاد اللي احنا رحناها فيها طبعا ذكريات كتيرة قوي. أقول لكل الأمهات والأبهات إن هم يشجعوا أولادهم إن هم يلعبوا رياضة، لأن دي أهم حاجة. غيرت حاجات كتير قوي في شخصيتي، وبتبعد طبعا ولادنا عن أي حاجة وحشة أو عن تفكير مختلف. دايما الرياضة دي يعني مهمة جدا وهي أساس كل حاجة.